السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الساعة الثانية من الرأي الحر. نتحدث عن الدور الإماراتي في السودان. جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الثلاثاء شهدت سجالا حادا بين مندوب السودان ومندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة. الاثنان تبادلت اتهامات حول مسؤولية من يقف خلف صب الزيت على النار في تأجيج الحرب التي مزقت السودان. مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس خلال حديثه في الاجتماع اتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم ميليشيات الدعم السريع وقائدها حميدتي، وقال إن حكومة السودان تملك أدلة على ذلك. ثم يتدخل مندوب الإمارات محمد أبو شهاب ويصف اتهامات المندوب السوداني بالسخيفة ليرد السوداني ويقول إن السودان قدم أدلة على دعم الإمارات لحميدتي. الحارث إدريس مندوب السودان لدى الأمم المتحدة قال: لماذا يعيقون التوصل لحل في السودان؟ مندوب السودان رد على مندوب الإمارات الذي هو الذي قال لماذا تعيق القوات المسلحة السودانية تدفق المساعدات، ليرد عليه من سفير السودان ويقول: من يريد صنع السلام في السودان عليه أن يأتي بقلب سليم. وقال إن الإمارات هي الدولة التي ترعى الإرهاب المنمذج والعرقي في السودان، وأثبت ذلك تقرير للجنة الخبراء في ديسمبر من عام 2023. وتابع مخاطباً أعضاء مجلس الأمن أنه حشد لهم كل البيانات والدلائل والصور ورفعها لمجلس الأمن كي تناقش، لكن الإمارات بفعلها وشرها حسب تعبيره عرقلت الاجتماع بصيغته المطلوبة حتى يتخذ المجلس مسافة الميل المتبقية، وهي إدانة دولة الإمارات في عدوانها حسب مندوب السودان. نأخذ ربما جانبا من تلك المداخلة لمندوب السودان ومندوب الإمارات في هذه اللقطات. التي تصمم على إسقاط مدينة الفاشر. تنشط كتيبة سبل السلام الليبية كذلك والموالية لقوات حفتر بمدينة الكفرة في توصيل شحنات الذخائر ومدافع الهاون من مخازن اللواء 106 الذي يقوده خالد خليفة حفتر إلى مناديب الميليشيا المتمردة وإدخالها للسودان عبر أم جرس الشادية. ولذلك سعينا المرة تلو الأخرى لحشد المعلومات لمجلسكم الموقر لوضعه أمام نموذج تهديد جديد للسلم والأمن في أفريقيا، وأن حكومة السودان تواجه عدوان ميليشيات مارقة لها امتداداتها على طول دول الساحل والصحراء، وعلى مجلس الأمن أن يعزز دور السودان في التصدي لهذا الطاعون الجديد والذي لا يقل خطرا عن وباء الكورونا، وأن يتخذ قرارا بتسمية الدولة راعية هذا الطاعون والذي يعرض سكان السودان إلى الإبادة بالتدريج وحرق البلدات والقرى. أما عن التساؤلات التي رفعها السيد العمامرة إلى حكومة السودان. طيب، يعني هذا كان جانب من كلمة مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، وهو يتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بتمرير السلاح إلى حميدتي من خلال ابن خليفة حفتر في ليبيا. المندوب الإماراتي رد واتهم المندوب السوداني بأنه يكيل اتهامات زائفة لتشتيت الانتباه على الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في الأرض، وقال لن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للنزاع في السودان، وطاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة. نفتح الخطوط لكم، من الذي يغذي الصراع في السودان؟ السفير السوداني لدى الأمم المتحدة ساق في كلامه أن السودان قدمت أدلة لمجلس الأمن على التورط الإماراتي بدعم ميليشيات خليفة حفتر، وذكر عدد من الدول الأفريقية التي تمرر الإمارات من خلالها الأسلحة لحميدتي ليستمر بحربه على الدولة السودانية. كيف تنظرون لدور الإمارات
في السودان؟ ما الذي تريده الإمارات من السودان؟ ماذا تسعى الإمارات من خلال دعم هذا الجنرال المتمرد على الدولة السودانية؟ محمد حمدان دقلو حمدتي، هذا الجنرال المتهم بجرائم الحرب في دارفور، ما الذي يفعله الآن في السودان؟ ولماذا يقف طرف عربي حسب مندوب السودان، الذي هو قال بأن لديه أدلة على ذلك وأن هذه الأدلة قدمت للأمم المتحدة؟ لماذا؟ لماذا يصب طرف الزيت على النار؟ إذا كان ذلك صحيحاً، لماذا لا تقدم الإمارات العربية المتحدة الأدلة على أنها لا تدعم وليس لديها أي ارتباطات بمحمد حمدان دقلو؟ الخطوط مفتوحة لكم أعزائي المشاهدين للمساهمة بآرائكم. أخذ بعض الآراء. شيماء تقول هذا هو ديدن الإمارات بدعم عصابات النهب السريع لذهب السودان وتعيين حمدتي وزمرته على كرسي الحكم المصنوع من جماجم الشعب، وكأنها حمامة سلام باسم التطبيع المزيف، مع أنهم لم يكونوا سابقا، وهي تقول شيماء يعني سوى قطاع طرق ولصوص للذهب السوداني، وهي تقصد حمدتي والدعم السريع. محمد من ليبيا، ما رأيك؟ محمد من ليبيا، هناك اتهامات لخليفة حفتر بأنه يمرر الأسلحة بدعم من أو بأوامر من الإمارات إلى محمد حمدان دقلو. هل هناك حديث في ليبيا حول ذلك؟ هل هناك تحقيق على الأقل ليبي يثبت أو ينفي تلك الأنباء؟ السلام عليكم يا جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. لا تسمح لي برسبوك، خلي نكشف الأوراق. أنا عمري 70 سنة وعاشرت الحرب في لبنان وعاشرت أحداث قفصة عام 80 عملية الجزائر وليبيا في تونس. والله مش نقول لهم يحكم الإمارات، راه فما رب في الدنيا. شوفوا العراق وليبيا اللي دمروا لبنان خلصوها، شوفوا سوريا دمرت لبنان خلصوها، مصر الجيش المصري ما تدخلش في لبنان. أنا عمري 70 سنة ونار، والله العظيم ما تخلصوها. ومش نحن بيقول الحكام الجزائر أنتم تتآمروا على تونس، والله العظيم تخلصوها مرة ثانية. والسلام عليكم. شكرا لك يا محمد. أم هيثم تقول حمدتي هو سيسي السودان، كانت له تصريحات من الإمارات حيث تعيش عائلته عن التطبيع وفوائده وحسناته لجعل السودان جنة الله على الأرض، ثم عاد للسودان وبدأ باستقبال سفراء الدول وكأنه الرئيس القادم. يعني طبعا يا أم هيثم، هذا لا يعني أن البرهان يعني هو حمامة سلام أيضا في المقابل، هذا لا يعني أن البرهان أيضا هو كان يسعى للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن السؤال الآن، لماذا تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا على الآخر إذا كان ما يجري في السودان حسب وجهة نظر الإمارات العربية المتحدة صراع بين أطراف، حسب ما سمى أطراف الأزمة، حسب ما سماها مندوب الإمارات العربية المتحدة؟ لماذا لا تسمي الأمور بمسمياتها إذن؟ أي طرف يمثله حمدتي؟ ماذا يمثل الجنرال حمدتي في الدولة السودانية؟ إذا كان هناك طرف هو الذي يمثل جسم الدولة الآن، لماذا ندعم الطرف الآخر الذي انقلب على هذه الدولة؟ إذا كان البرهان وقادة الجيش السوداني، كل قادة الجيش السوداني الآخرين والحكومة السودانية والدولة السودانية الآن تقول بأنها تمثل الدولة السودانية، والطرف الآخر لا يقول بأنه يمثل الدولة السودانية جنرال حمدتي، إذا كانت الوقائع على الأرض أفعال هذا الطرف أو هذا الطرف، حتى إذا كنا نريد أن نسميه طرف وطرف، لنأخذ أفعال هذين الطرفين، ما الذي يقوم به حمدتي؟ وما الذي قام به حمدتي حتى الآن؟ من الذي يهجم على مقدرات الدولة؟ عبد الجبار، ما رأيك؟ وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي جمال، في البداية أشكرك على كرم السماح لي بالمشاركة في هذا البرنامج القيم
والشكر موصول للأخ عمر العراقي من رومانيا الذي أثنى على جهدي المتواضع. أخي العزيز، بالنسبة لسؤال الحلقة، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مقصرتان بحق السودان المعتدى عليه، والسبب في ذلك هو أن دول الجامعة العربية والإسلامية هي دول وظيفية تأتمر بأوامر العمس عام وتنفذ جميع سياساته، سياسات الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني المعادية لوحدة الأمة. أخي جمال، عندما غزا العراق الكويت عام 1991 انتفضت جامعة الأنظمة العربية وفعلت اتفاقية الدفاع العربي المشترك وجيشت الجيوش وصرفت المليارات من أجل أجل الكويت وتدمير قواته المسلحة ولم تعمل على حل النزاع. لكن يا عبد الجبار، يا عبد الجبار، بعد يقول هناك إشكالية. عندما جند هناك إشكالية. نعم. أنا البرهان لديه أخطاء كثيرة، أخطاء بالجملة، والبرهان كان يسعى للتطبيع مع إسرائيل، والبرهان هو الذي أيضا أعاق التحول الديمقراطي في السودان. لنكون واقعيين، لم يكن دوره دورا خاليا او مشوبا من الاخطاء. الذي يغفر له يا اخي جمال هو دفاعه حاليا عن الشرعيه. سمح، قلت عندما غزا العراق الكويت عام 1900 انتفضت جامعة الأنظمة العربية وفعلت اتفاقية الدفاع العربي المشترك وجيشت الجيوش وصرفت المليارات من أجل إخراج العراق من الكويت وتدمير قواته المسلحة ولم تعمل على حل النزاع دبلوماسيا بين البلدين. وعندما جندت الإمارات حمتي لتدمير السودان صمتت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي صمت القبور، والدماء تجري في السودان أنهارا، مع العلم أن قوات الدعم السريع أو قوات النهب السريع هي ميليشيات تمردت على الشرعية. دولة الإمارات هي الوكيل الحصري للكيان الصهيوني، تنفذ مخططاته التقسيمية الإجرامية في الوطن العربي شكرا لك يا عبد الجبار. أبو القعقاع تفضل. مساء الخير يا أستاذ جمال. هلا بيك يا أبو القعقاع. أستاذ جمال، السعودية قادت المفاوضات بين الدعم النهب السريع والجيش. هو الجيش اللي يمثل البلدان يا أستاذ جمال، ما الميليشيات اللي تمثل البلدان، وحاولت أنها تصلح ما بينهم ورفضت الإمارات. البرهان قائد الجيش وقائد الحكومة الشرعية، سواء أرضابه ولا ما أرضابه، هذا هو الحقيقة. وصل إلى دولة قطر، طلب منها المساعدة أو الوساطة وكل شيء. الإمارات عيت، قالت يا السعودية أنت ودولة قطر كفوا أيديكم من السودان. هذا حميتي، كل شهر منتوجه لنا أزود من مليار دولار أمريكي في الذهب. شفت ولا لا؟ تدري الإمارات تدخلت في ليبيا وقتلت السرية اللي هي المعهد، وتدخلت في اليمن، وتدخلت في السودان. فقطر والسعودية والله حاولوا ينكفون، ما ودهم يتصادمون مع محمد بن زايد. محمد بن زايد مهيمن على الخليج، شفت ولا لا؟ لكن هذا يا أبو القعقاع لا يشكل خطر على السعودية، لأن السعودية هي الجارة القريبة للسودان وليست الإمارات العربية المتحدة. لا قدر الله إذا تدهور الوضع، والوضع متدهور جدا طبعا، لكن إذا تدهور أكثر من ذلك وتقسمت السودان لا قدر الله وتحولت السودان إلى صومال مثل ما كان الآن الصومال الحمد لله يتعافى، لكن تخيل أن السودان يتحول إلى صومال كما كان الصومال في التسعينات، من يتحمل ذلك؟ هذه كارثة. أستاذ جمال، البشير عينه في بيته مليار سعودي، إيجار الجيش السوداني اللي في اليمن مرتشي، شفت ولا لا؟ يعني عطني وأعطيك، ما على السعودية خطر من السودان، السودان يحب السعودية والسعودية تحب السودان، الخطر لا، أنا ترني رجال محايد، لا أحب لا مع السودان ولا مع السعودية. بس انهم مستاجرين ان النهب السريع السعوديه يحارب في اليمن، وبغى يغزونا به دوله قطر، والله منعنا فيه. تدخل الرئيس السوداني وعيا، لا تحسبنا ولا جيراننا بغى يدخلون على الميليشيات. شكرا لك يا ابو القعقاع. اذا القضيه ليست قضيه دعم البرهان على حميدتي او دعم طرف على طرف،
كما سماها مندوب الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة. حمد البرهان لديه الأخطاء الكثيرة، ومرة أخرى هو ليس حمامة السلام، ولكنه الآن يمثل الدولة السودانية، هو يمثل الدولة السودانية، فماذا يمثل حمدتي؟ من الذي انقلب على الدولة السودانية إذا كان هناك مشاكل للبرهان وفي إدارته وقيادته؟ لماذا لا تعطى الفرصة للدولة السودانية هي أن تتعافى، للسودانيين؟ وكان هناك مسار، وكان حمدتي جزء من هذه الدولة، ولكنه اختار السلاح، اختار القتل. لماذا تقوم دولة عربية بدعمه؟ هذا هو السؤال، هذا الاتهام الذي كاله مندوب السودان للإمارات العربية المتحدة، واتهمها بأنها تؤجج الصراع في السودان وتصب الزيت على النار، وقال إن حكومة السودان لديها أدلة، وقدمت هذه الأدلة إلى مجلس الأمن الدولي. أبو أسامة من المغرب، ما رأيك؟ السلام عليكم أخي جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي جمال، هذا النظام الإماراتي تأمر إلا بالشر، تأمر على الثورة المصرية، تأمر على الثورة الليبية، على تونس، هو النظام الإماراتي والبحريني والسعودي، ما سيتأمروا إلا في الشر. ولكن السعودية ما دخلها؟ السعودية تقول بأنها ترعى، حاولت يعني أن ترعى مفاوضات بين البرهان وبين حمدتي من أجل إيقاف تلك الحرب. السعودية قريبة للسودان، نعم، كما ذكرت يعني، نعم، على الطرف الآخر، نعم، تقسيم السودان، نعم، لا قدر الله إن حصل سيكون كارثة أيضا على السعودية. السعودية هل لها مصلحة أصلا بأن تستمر هذه الحرب؟ يا أخي جمال، السعودية كإنسان ذا الإمارات ومؤامرات على اليمن وعلى الثورات العربية، وهما ضد الإسلام وضد المسلمين. ولكن هذه ليست ثورات، ما يجري في الإمارات، ما يجري في السودان هو دمار، هو دمار للشعب، هو دمار شامل، هو قتل لكل أوجه الحياة الإنسانية، تشريد، قتل، تدمير، تجويع. يا أخي جمال، هذه الإمارات والبحرين ومن معهم قلنا لك إلا الدمار، خاصهم هما يدمروا أي دولة اللي يكون فيها ريحة الإسلام. وشو ما ذلك في غزة؟ يعني هو صحيح غير مفهوم، وهذا هو التساؤل. إذا كان هناك خلاف سياسي للإمارات مع فصيل ما، خلاف حول إدارة السودان، خلاف حول مشاريع اقتصادية، لكن هل دعم طرف لتأجيج صراع، لتقسيم البلد، لحرب، إطالة الحرب في السودان، هل يكون ذلك الحل؟ هل سيسلم أحد من تلك، حتى دولة الإمارات العربية المتحدة؟ ألا تتضرر بتقسيم السودان؟ ألا تتضرر باستمرار هذه الحرب؟ حتى اقتصاديا يا سيدي، حتى إن كانت دولة الإمارات العربية تريد أن يكون لها مشاريع اقتصادية، وهذا حقها مثل حق كل الدول، يجب أن يكون الأولوية في أي مشروع تنموي هي للدول العربية، ولكن هل المشاريع الاقتصادية تأتي على دماء السودانيين من خلال إشعال الحرب وصب الزيت على النار؟ شكرا لك أبو أسامة من المغرب. الحاج من الجزائر، تفضل. الأخي الحاج، تفضل. السلام عليكم يا أخ جمال. أهلا بك يا حاج. السلام عليكم. وعليكم الله يسلمكم، بارك الله فيكم على هذا الحصص، وندخلوا في الموضوع. أنا واش نقول هذا المحور الشر، هذا كما قال المرزوقي، هذا المحور الشر هو البيت القصيد ديالهم، هم الثورات تاع العرب، كي داروا ثوره كاع العرب. شوفوا البلاد اللي كانت فيها ثوره، كما اليمن، كما السودان اخرها في 2000 كما نقولوا احنا 19، كي داروا 17 داروا ثوره، هذه هي البيت ديالهم، كي داروا ثورات باش ما يعاودوش يخموا الشعوب، باش ما ديرش ثورات قول خليهم. انا كي حميتي وكي البرهان، هادو خارجين على الشرعيه، هاد الناس هادو ماشي الجيش ديالكم، الجيش تاع السودان،
تاع الشعب السوداني. احنا ماذا بينا يديروا انتخابات نزيهه ويطلع شعب سوداني؟ خلاص كي شافوا فيهم باللي داروا مجتمع، يعني داروا كما نقولوا احنا ليطا، كما نقولوا احنا المجتمع، داروه باللي دخلوه كما نقولوا ماشي عسكريين، دخلوه مدنيين. هاد الناس هذوما كي خرجوا على الشارع، خرجوا على الجيوش، عاودوا ولاو هاد الزوج هذوما، هاد الناس هذوما. احنا ما احنا ما كما نقولوا احنا الدول، كما نقولوا احنا المجتمع العربي هذا واسمه ابو الغيث هذايا، ما حبش يدير على جل السودان، خاطر على باله باللي راهم مشاركين كاع في هذا التدمير كاع البلدان العرب ديالنا. وهذه هي لاسرائيل الكبرى يا اخ جمال. اسرائيل الكبرى ما لازمش اسرائيل هي اللي تحكم بهذا الحكام اللي كاينه. اسرائيل الكبرى هاد الحكام محور الشر، هادو هما اللي راهي تمشي باسرائيل الكبرى. وبارك الله فيكم على الحصه. شكرا جزيلا لك، ان شاء الله ينتصر الشعب السوداني. شكرا جزيلا لك. احمد من فرنسا، تفضل يا احمد. السلام عليكم اخي جمال. اهلا بك يا احمد، تفضل. بارك الله فيك، والسلام الى جميع الاحرار، وخاصه الى اخواننا في غزه. اخي جمال، أنا أضيف واحد الكلمات لربما بعض الناس ما يتفقوش معايا اليوم. الإمارات جرثومة سرطان كبير. تحفظ على هذه الكلمة. بهذا الدول المطبعة وخاصة هذو الجدد مثل المغرب خاصة والآخرين، هم الذي وقف يعني كل قتل مرسي، هم اللي كل ما جرى في ليبيا، واليوم نشاهدهم في السودان. وقلت كلمة يا أخي جمال، بلا قلت أي دولة يشوفوها يعني كشوية رفع راسها يحوسوا كيفاش يديروا لها. أنا نخبرك أخي جمال، وهنا البعض المتفقين ما يتفهموش معايا، حتى في الجزائر بكل صراحة ولو نضد هذا النظام، ولكن سياسته الخارجية بكل صراحة هذا هو المعقول. إذا الإنسان إذا أساء نقول له أسأت، وإذا أحسن نقول له أحسنت. الوقوف تاع الجزائر ولو حاجة قليلة مع غزة، ولكن قاوي بكل شجاعة تقول هذا الإرهاب، هذا الصهاينة. واليوم جبرت لماذا يعني مندوب السودان مندوب السودان الذي قاله، هو قال عنده دليل. طيب إذا الإمارات لديها دليل مضاد، لماذا لم تقدم هذا الدليل في جلسة مجلس الأمن؟ لماذا لم ترد على ادعاءات المندوب السوداني بالأدلة بأنها لا تقدم إلا الدعم الإنساني وبأنها لا تدعم طرف؟ انظر لي عبد الخالق عبد الله الكاتب الإماراتي المعروف، يقول مندوب السودان في الأمم المتحدة لا يتحدث باسم الشعب السوداني العزيز، بل يمثل جيش سوداني عاثر ومختطف من تيار الإخوان يعزو فشله لأطراف خارجية. عقدة الإخوان المسلمين، يعني رحنا ولفينا ودرنا ورجعنا للإخوان المسلمين. لماذا لديها الإمارات العربية المتحدة تلك العقدة؟ ولماذا تتخيل بأن الجيش السوداني، بأن الدولة السودانية هي إخوان مسلمين؟ طيب إذا كان عندك مشكلة مع الإخوان المسلمين، لماذا تحارب الدولة السودانية؟ لماذا تحارب الجيش السوداني؟ ألا يشكل ذلك اعتراف بأن الإمارات العربية المتحدة ترى الجيش السوداني إخوان مسلمين، هكذا تتخيلوا؟ نعم. شوف أخي جمال، أخي جمال، نعم. شوف بكل صراحة وندير الخلاصة، والله يا أخي جمال وأنت تعرف أكثر مني هذه الأشياء. عندما نرى دولة عربية مهما كانت الظروف نتاعها نشوفها مشال داهية، مثل لابد أن نقول كلمة الحق. ولكن الشعوب، ما نقولش كاع الشعوب، بعض المعارضين أقسم لك بالله العلي العظيم اللي سمعتها في 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 قنوات يقول لك لو كان يجي نتنياهو يعاونني باش نقلع النظام في الجزائر ولا في المغرب، ولا يقول لك نوقف معاه. كاين الناس اللي قال لك نوقف، كان يوقف معايا الشيطان نوقف معاه. أليس هذه المعارضة؟ لماذا لم تقولوا كلمة الحق؟ أغير النظام من الداخل ولا أستنجد بالأيادي الخارجية، هذا هو التغيير. إخواننا، شوف يرحم والديك يا جمال خويا، كي تسمع واحد
يمشي لك صحة يمشي لانجلتير ولا يمشي أمريكا الدول ديمقراطية ما بين قوسين ويتكلم ويقول 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 على البلدان العربية. ما عليش راه في دولة ديمقراطية وراه حر، ولكن عند تسمع معارض يمشي جزائري يمشي للمغرب ويبقى يقطع في الجزائر كأن المغرب طيب. كل الديمقراطية فيها. الآن نرجع لسؤالنا حول السودان، نرجع لسؤالنا حول السؤال يا أخي كريم، هل حمدتي لابد احنا الشعوب، هل حمدتي يمثل معارضة حق لهذا المجرم نتاع الإمارات اللي حتى سبحان الله حتى الوجه نتاعه قبيح؟ طيب. نوقف كلمة واحدة، وصلت الفكرة، وصلت فكرتك، شكرا. بقينا في هذا الكلام، شكرا يعني شكرا لك. أرحب بالكاتب والمحلل السوداني محمد أبو زيد كروم من الخرطوم. أستاذ محمد أهلا بك. أستاذ محمد، ما تعليقك على ما قاله مندوبكم، مندوب السودان الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، من اتهامات لدولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف حول زيادة النزاع ودعم الجنرال حمدتي؟ نعم، مرحبا بك ومشاهديك الكرام. ما قاله سعادة السفير الحارث إدريس هو اتهام لم يكن للمرة الأولى، بل قيل من قبل من مسؤولين يعني في الدولة السودانية، ومنهم شخصيا في عدد من المناسبات في ردهات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وهي اتهامات ليست اتهامات جزافية بل اتهامات مدعومة بمستندات وبأدلة وبشواهد قدمت لمجلس الأمن وقدمت لدول ولمنظمات ولجهات عدلية تثبت تورط الإمارات في الحرب والاختتال والتدمير الذي يطال السودان والسودانيين، وهذه معلومات مؤكدة حتى الإمارات لا تستطيع أن تنفيها بشكل قاطع، بل تتحايل عليها هنا وهناك. كل الأدلة والشواهد موجودة، سواء الدعم الذي يأتي عبر تشاد بشكل مستمر أو ذلك الدعم الذي يأتي عبر ليبيا أو عبر شرق ليبيا المناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر أو من جهات أخرى أو بطرق أخرى. ليس خافيا على أحد وليس مخفيا أن الإمارات، دولة الإمارات، تشارك وتساند وتقف. ما مصلحتها في ذلك؟ ما المصلحة بدعم جنرال منقلب على الدولة يخوض حربا ضد الدولة، ضد الجيش السوداني؟ يعني هل يعني يعتقد من يدعم الجنرال حمدتي بأنه سينتصر في هذه الحرب؟ نعم، هم يظنون ذلك. هم جربوا كثير من الطرق لتنفيذ مشروع خارجي وأجندة خارجية تخص إسرائيل، تخص مشروعات تزعى إلى تفتيت وتدمير السودان. الإمارات في هذا المشروع هي وكيلة وليست أصيلة، هي وكيلة تقوم بدور الوكيل لتنفيذ الأجندة. أجندة هي أجندة خارجية تهم بعض الجهات وبعض الأطراف الدولية، وظنت بأنها تستطيع أن تهزم الجيش السوداني والشعب السوداني وبالتالي تنفذ. ولكن يعني حتى البرهان عام 2000 من قبل نتنياهو قال بأنه التقاه في أوغندا، يعني البرهان في هذا الطرف، الطرف المقابل أيضا ليس بريئا من محاولات التطبيع. نعم، كل الأطراف هي والغة حقيقة في ما يحدث أو ما حدث منذ العام 2019. ما يحدث منذ العام 2019 منذ تغيير نظام الرئيس البشير هو يحدث بأيادي خارجية، سواء كان عبر الطرق السلمية أو الطرق العنيفة أو عبر الاتفاقيات أو عبر الإملاءات أو عبر الضغوطات، كلها في إطار واحد، إطار هو إطار تنفيذ المشروعات والأجندة الخارجية في السودان. كل الأطراف هي والغة بدرجة من الدرجات، ولكن الطرف الآخر اللي هو يمثل الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع وحمايتي، هو يمثل العمل العصابي، العمل الذي يعني تقف خلفه دويلة لتنفيذ أجندة ربما كان قائد الجيش وربما الدولة بشكلها القديم والموجود حاليا
تواصلت مع دولة الكيان الصهيوني، كان هنالك تواصل لم يكن مخفيا بل خرج للعلن وكان مرفوضا من الغالبية في الشعب السوداني، لأن هذا لم يتم عبر مؤسسات الدولة ولا عبر أجهزة رسمية منتخبة أو شرعية، وبالتالي كان هذا مرفوضا. ما هو الملف المحلي الذي ترى الإمارات العربية المتحدة بأن الجنرال حمدتي سوف يحققه لها في السودان غير مسألة التطبيع؟ لأنه قلنا التطبيع حتى البرهان أيضا ما قصر بالتطبيع، لكن نعم داخليا ماذا تريد الإمارات من حمدتي؟ نعم والغ فيها، هذه ليست محل جدال، يعني هذه حقيقة مثبتة وثابتة. ما ظنته الإمارات أن ما يحققه المتمرد حميتي هو كسر شوكة الدولة، لأنه يقود مجموعة قبلية، مجموعة عصابات وليست مجموعة منظمة، حتى وإن كانت فعليا هي موجودة في إطار الدولة، لكن شكلها كان شكلا شائها وشكلا خطأ، وهذه يعني هذه نقاط وقف عندها الناس كثيرا في السنوات السابقة، بأن شكل الدعم السريع وتكوين الدعم السريع وتركيبة الدعم تركيبة الدعم السريع هي ليست تركيبة مؤسسة الدولة، وإنما تركيبة عصابة أو تركيبة مجموعات قبلية متفلتة قد تضر الدولة لاحقا، وهذا ما حدث. الآن تعول على حميدتي لأنه رجل بسيط تم الدفع به إلى مواقع عليا لا يستحقها، من باب لا من باب التحصيل الأكاديمي ولا العلمي ولا العملي ولا الخبرات، لأنه ليس عسكريا قحا ولا هو دارسا متعلما حتى يستطيع أن يكون الرجل الثاني في الدولة، فبالتالي هي تستطيع عبره ببساطته هو وشقيقه عبد الرحيم ومن معه من أهل وأسرة وقبيلة يستطيعوا إن طيب. وصلوا إلى مندوب السودان قال بأن الإمارات هي الدولة التي ترعى الإرهاب والدولة السودانية، وتكون الدولة عبارة عن إقطاعية في يد الإمارات لتنفيذ ما ترغب وما تريد. مندوب السودان قال إن الإمارات هي الدولة التي ترعى الإرهاب، سمى المنمذج والعرقي في السودان، وأثبت ذلك تقرير لجنة الخبراء منذ عام 2023. إذا كان هناك تقرير يثبت ذلك، لماذا لا تحاسب إذن الإمارات أمميا؟ هذا السؤال يوجه للمجلس الأمن، للأمم المتحدة، للمنظمات الدولية، لأن التقرير هو تقرير مجلس الخبراء وليس تقرير السودان. هو أثبت السفير الحارس إدريس أثبت أن ما يقوله هو مثبت عبر تقرير الخبراء، وتقرير الخبراء ليس تقرير السودان، فبالتالي هذا السؤال يطرح لمجلس الأمن، يطرح للعدالة، يطرح للعالم الحر، فأنه أنتم أثبتتم أن الإمارات والغة وضالعة في تدمير وقتل وسحل واغتصاب السودانيات، لماذا لا تحاسبونها؟ هذا السؤال نطرحه نحن كسودانيين. ما هي عقدة الإخوان المسلمين؟ يعني عبد الخالق عبد الله الكاتب الإماراتي المعروف والمقرب من السلطة في الإمارات العربية المتحدة في تغريدة على موقع إكس يتحدث، يعني يصف ممثل الإمارات في الأمم المتحدة بأنه ممثل الجيش السوداني المختطف من جماعة الإخوان المسلمين. ما هي عقدة الإخوان المسلمين في الإمارات؟ وما علاقة، وهل الإخوان المسلمين هم الجيش السوداني؟ هذا وهم، وهذا سخف، وهذا انحطاط، وهذا تسويق لبضاعة كاسدة. الإمارات لها عقدة من الإخوان المسلمين، هذه مشكلتها، ليس مشكلة السودان ولا السودانيين، هي تعمل ضد الأخوان المسلمين، عملت ضدهم في مصر، أضغطت الرئيس مرسي، عملت ضدهم في تونس، تعمل ضدهم في الجزائر، في كل دول العالم. والأخوان المسلمين هو فصيل سياسي، فصيل وطني في كل هذه الدول، ليس شيئا قريبا ولا شيئا يعني مصطنع عن هذه مجموعات وطنية تعيش في هذه الأوطان. إذا كانت للإمارات إشكالية مع الإخوان المسلمين في كل دول العالم فهذه مشكلتها هي وليست مشكلة الدول الأخرى. ما الذي يأتي بالإمارات لتحارب الإخوان المسلمين في السودان مثلا؟ ما هي مشكلتها معنا كسودانيين لتحارب الإخوان أو تحارب الكيانات الأخرى، إذا كانوا يسار، إذا كانوا وسط، إذا كان أي من الكيانات السياسية؟ لماذا؟ طيب الآن ما مستقبل ما يجري في السودان؟ هذه دولة غنية جدا، الإمارات هي مستخدمة ضد هذا المشروع، لأن مشروع الإخوان المسلمين في نظر الإمارات وأسيادها هو مشروع تحرري، فبالتالي تحارب الإخوان أو تدعي أنها تحارب الإخوان.
الإخوان الآن في السودان هم جزء من التركيبة ومن المجتمع السوداني، هم موجودون يحاربون ويدافعون عن أرضهم وبلدهم مع أهلهم مع شعبهم مع جيشهم، هم مكون سوداني أصيل، لن تستطيع الإمارات أن تخفيهم أو تعيدهم أو تقتلهم أو تنهيهم، هذا خطأ كبير. وهل أليس من الخطأ الكبير توقع أو توهم بأن الجنرال حمدتي بهذه الأسلحة التي يتلقاها يستطيع اختطاف الدولة؟ هذه أكذوبة أثبتت عدم نجاعتها. نحن الآن بعد عام يا أخي، بعد عام وشهرين أو ثلاثة أشهر من حرب مدعومة من 12 دولة، حرب يعني رتب لها وجهزت لها أموال ضخمة وسلاح ضخم ومرتزقة من كل دول غرب أفريقيا، وتم شراء عدد كبير من القوى السياسية الموجودة داخل السودان، وتم تهيئة المسرح لهذا الانقلاب الذي يقوده حميتي. ولكن ما الذي حدث بعد سنة أو عام وشهرين أو ثلاثة أشهر؟ ما الذي حدث؟ أين حميتي؟ أين أخوه شقيقه عبد الرحيم؟ أين قياداتهم الخمسين الأوائل في الدعم السريع؟ أين هي القوة الصلبة للدعم السريع؟ أين هي مكونات الدعم السريع؟ أين يتواجدون الآن؟ أين ذهبوا؟ هم في الإمارات؟ عبد المجيد أحد الإخوة المتصلين في البرنامج يقول، لكن الدولة السودانية يرد عزيز، الدولة السودانية موجودة، يقول هذا هو السؤال، أنه هل برهان موجودة؟ الرئيس موجود، الجيش موجود، الأمن موجود، ولكن هل البرهان يدافع عن الشرعية؟ يا عزيزي الفاضل أنا أحدثك الآن من السودان، الدولة موجودة، هربوا هم، هرب حميتي وأخيه ومن معهم هربوا للإمارات، هم الآن موجودين في الإمارات، ليسوا موجودين في السودان، البرهان موجود في السودان، كباشي موجود في السودان، ياسر العطا موجود في أم درمان، كل الشعب السوداني موجود، هربوا هم. هل أنت متفائل بانتهاء هذه الحرب قريبا؟ نعم أنا متفائل جدا من واقع ما نشاهد ونعيش، أنا موجود منذ أن بدأت الحرب، أنا موجود في السودان وأتجول في كل مدنه وقراه ومناطقه، قبل أسبوع كنت في أم درمان لقرابة الشهر، نحن موجودين في السودان، سنحارب كسودانيين، سندافع عن أرضنا وعن بلدنا وسننتصر، لا محال أن ننتصر، الآن نحن هزمنا الملايش، هزمناها في الفاشر، هزمت من أهل دارفور، من القوات المسلحة، من قوات الحركات المسلحة الدارفورية، من المقاومة الشعبية، هزمت وقتلت قياداتهم، وسيهزموا في الجزيرة وفي الخرطوم وفي كل أنحاء السودان، وسيعود السودان قويا وأقوى مما كان، هذا حق وباطل، نحن ندافع عن حقنا في أرضنا، نحن موجودون في أرضنا، ندافع عن حرب الإمارات والحرب التي تخوضها الأوروبا والغرب. أمريكا لو أرادت أن توقف هذه الحرب لأوقفتها، ولكن لا تريد أن توقف الحرب أمريكا، أمريكا تكذب وتخادع، لو أمرت الإمارات والميليشيا لأوقفوها في ساعة، ولكن لا تريد ولا ترقب، نحن سنحارب والشعب السوداني سيحارب والشعب شكرا لك يا مصر. أقولها لك وأنا موجود في السودان. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي أستاذ محمد أبو زيد كروم، كنت معي من الخرطوم. الآن يامن معنا من ليبيا، شكرا جزيلا لك يامن، ينتظر كثيرا. يامن اسمح لي أن أوجه لك سؤال. أحمد من مصر يقول، أحمد أكره تعليق كل المشاكل العربية على الشماعات الخارجية كأننا ملائكة نزلنا من السماء. وعبد المجيد يقول كلها مرتزقة، هل برهان وحمدتي يدافعون عن الشعب؟ هل يدافعون عن الشرعية؟ هم يهجرون الشعب لتقسيم السودان مرة ثانية، كلهم مجرمو حرب كالسيسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي جمال، المخطط واضح، يعني محور الشر دعم التوراة، في بداية التوراة دعموها بضوء أخضر من أمريكا، وبعدين يعني دعموا من تريد أن تنصبه أمريكا، حاربوا إرادة الشعوب. يعني شفنا خير دليل مصر، يعني السيسي انتخبوه الشعب وانقلبوا عليه، يعني الدولة فيها دستور وقائمة، يعني خافوا حتى من تمدد التوراة في دول الخليج، وطعنوا وسبوا وجعلوا يعني التهمة جاهزة، يعني داعش الإخوان إلى آخره، يعني ترهيب الشعوب، ويقولوا لهم علنا يعني إذا كنت تريد مثل سوريا تصبح مثل سوريا أو ليبيا فعليك أن تخرج إلى الشارع، ووجههم حتى من ناحية دينية يعني بدون ما يراعوا الشروط. شيء آخر، يعني شفناهم تدخلوا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي السودان أكثر من دولة، يعني لكن ما مصلحتهم زعزعة أمن بلد ضخم؟ هذا بلد مقدراته كبيرة، يعني
زعزعة أمن السودان لن تسلم منه ليبيا، لن تسلم منه مصر، لن تسلم منه تشاد، لن يسلم منه جنوب السودان، ولن تسلم منه حتى السعودية العربية، المملكة العربية السعودية على الطرف المقابل للضفة الأخرى من البحر الأحمر. صوت بعيد، ما سمعتك يا أخوي جمال. أنا أقول يا من أنه هذا السودان هذا بلد ضخم، بلد كبير، مقدراته كبيرة، ثرواته كثيرة، شعبه أيضا كبير، تقسيمه، زعزعة أمنه، ذلك خطر وخلل أمني قومي عليكم أنتم في ليبيا وعلى مصر وعلى جنوب السودان وعلى تشاد وكذلك على السعودية، أليس كذلك؟ يا أخوي جمال الصوت في مشكلة، ما سمعتكش. طيب على كل حال أظن أنه الطوفان، الطوفان الطوفان يعني كشف الحقيقة، يعني يعني أنت بتختار يا بترضخ وتنبطح وتطبع مع من لا عهد لهم ولا ميثاق، أو بتقاوم، وخير دليل لأفغانستان يعني تمن الحرية ظهر، يعني شكرا لك يا يامن، ونال استقلالهم. شكرا لك. عمر تفضل. عمر، عمر من رومانيا. السلام عليكم تفضل. أخي جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك بيك ويعطيك الصحة والعافية. أخي جمال لدي رجاء، يعني ولو مرور الكرام إن شاء الله بالحلقة القادمة بالبرنامج القادم ذكر الإنجازات الجبارة اللي يقوم بها حزب الله في جنوب لبنان وتدمير الصهاينة. طيب هاي الإنجازات العظيمة. الآن الآن خليك بموضوعنا، بالنسبة لموضوعنا ما هو؟ بالنسبة للإمارات أخي العزيز العملية معروفة، يعني كل يعني هذول هم أصلاً هاي صار سنين، صار من من منذ وفاة الشيخ زايد لحد الآن جو ذولا أولاده هم أصلاً موجودين في خدمة الصهاينة، يعني غير شيء ما عندهم. هم كل واحد هسه حالياً كل إنسان يدعم القضية الفلسطينية يحاولون يدمروه من أجل خدمة الصهاينة. وحب أقول لهذا اللي دائماً يتصل بيكم هذا علاء الدين النجس الطائفي. لا 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 أسمح بهذا، لا أسمح، لا 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 أسمح بذلك. شكراً لك يا عمر، شكراً لك، كما احترمناك وأعطيناك المجال تحترم الآخرين، إذا كنت تختلف معه فهو أدلى بدلوه فأدلو أنت بدلوك، تختلف معه احكي بوجهة نظرك مهما كانت وجهة النظر مخالفة، مهما كانت على الطرف النقيض مما تقوله، ذلك لا يكون مدعى للكلام البذيء والإهانات. نحن احترمناك فاحترمنا، وهذا المنبر نسمح لك دائما بأن تكون فيه، فيجب عليك أن تحرص عليه أيضا كمنبر دائم للرأي الحر. شكرا لكم. لم يبقى إلا أن أقرأ عليكم بعض ما اخترناه من رسائلكم. حنان من الجزائر بعثت لنا بهذه الرسالة تقول: والله هذه الحرب في غزة وفلسطين فرزت وما زالت تفرز، أصحاب الحق وأصحاب الباطل، وأصحاب الحق هم المنصورون، وفلسطين والمقاومة وأنصارهم لهم المنصورون. أما أبو ياسر من مصر فيقول: لا يجب تحميل دول بعيدة عن الشرق الأوسط مآلات الأوضاع المزرية في غزة الصامدة، لأنها سارعت بمبادرة شهد لها الجميع إلى تقديم المساعدات، وكانت سباقة في هذا الواجب العروبي، يعني هذا إحراج للدول القريبة من قطاع غزة ولم تقم بدورها. ربما نشير هنا إلى فنزويلا، نشير إلى أيرلندا، إلى أسبانيا، إلى دول كثيرة في العالم عبرت عن دعمها واستنكارها لما تقوم به إسرائيل. فنزويلا التي قطعت العلاقات العسكرية وتصدير بعض المعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال، لماذا لا تقوم الدول المطبعة بقطع علاقاتها التجارية نهائيا مع دولة الاحتلال أسوة بفنزويلا العربية في أقاصي الأرض؟ أما من اليمن فمحمد أرسل لنا يقول: لماذا هذا الصمت ولماذا هذا التواطؤ مع المحتل؟ أما آن الأوان لكم أن تقولوا كلمة الحق؟ بعد 8 أشهر من حرب الإبادة الجماعية على أهل غزة توقفوا عن التطبيع مع المحتل، لأن التطبيع خيانة أمام الله وشعوبكم، وكما هتف كثير من المغاربة في مسيراتهم التطبيع خيانة وفلسطين أمانة. ومن المغرب أرسل لنا سعيد هذه اللقطات التي قال إنها تمثل جانبا من تفاعل سكان بلدة ولاد الوالي
في الجنوب الشرقي للمغرب يوم العيد مع القضية الفلسطينية. يعني طبعا هذا الشعار هناك تحفظات كثيرة عليه، وهذا الشعار الذي كان يقول ربما بعفوية، هناك كثير من اليهود حول العالم الآن يخرجون في مظاهرات مؤيدة ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وأنا شهدت يعني مظاهرات هنا في لندن لكثير من اليهود يخرجون في مظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني. هذه اللقطات التالية من مظاهرة في مدينة بون الألمانية المؤيدة لغزة والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي. Gesagt durch dieses Recht, لهذا نصل إلى ختام الرأي الحر لهذا اليوم، نترككم في أمان الله.